يا أرحم الراحمين ولا ناس أرضا لا بأسواحهم. لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين مولانا ناس عمرضا بك واقفين. لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين مولانا ناس عمرضا بك واقفين. لا من يرحم مصطفى العلوي أخونا طبيعة الحال أدى الثمن في محطات أساسية، أدى الثمن عن جرأته، أدى الثمن عن شجاعته، أدى الثمن وحكم واعتقل لأنه كان يؤمن بأن الصحفي يجب أن يبقى مستقل، وبأن الصحفي يجب أن يبقى مخلص لمهنته، وبأن الصحفي يجب أن يكون مساهما في صناعة الرأي العام، في تنوير الرأي العام، وفي التفاعل مع الرأي العام. اليوم ونحن نودع هذا الاسم الكبير معلمة، رجل شامخ، صحفي كبير، شخصيا لا أودع فقط هذا الاسم بكل هذه الحمولة، لكن أودع صديق تعرفت عليه أكثر من 40 سنة. كانت نقاشاتنا دائما نقاشات أخوية، بعض الأحيان نقاشات حادة، كنا نختلف كذلك وكنا نتفق، لكن أخونا مصطفى العلوي أبدا لا يفقد تلك الابتسامة، لا يفقد ذلك الترحاب الكبير، لا يفقد ذلك الإحساس المغربي لأنه متأصل ومن تربة مغربية حقيقية. مصطفى العلوي سيترك فراغ ليس فقط في أوساطكم أنتم شباب صناع الرأي العام، لكن سيترك فراغ كذلك في كل أصدقاء وبدون استثناء. له أصدقاء كثيرون في المغرب من الشمال إلى أقصى الصحراء المغربية. مصطفى العلوي كان صديق الشباب، صديق المثقفين، صديق السياسيين، صديق جميع شرائح المجتمع. مصطفى العلوي كان رجل جلوس، وعندما تدخل إلى بيته لا تحس والساعات والساعات تمر. لماذا؟ لأنه مرجعية كبيرة، مستوعب لتفاصيل كثيرة غير مكتوبة أو مكتوبة للتاريخ السياسي المغربي، فاهم لطبيعة المؤسسات، مدافع عنها لكن بإخلاص وباستقلالية وبجرأة في بعض الأحيان. على كل إن أنا عرفت الراحل أو كمحامي، يعني أزرته في ملفات الرأي الذي اعتقل بسببها، فهو كما عرفت دائما جسور في كتابته، الكلمة تخضع له ويستطيع أن يؤولها كما يريد. كانت له قدرة كبيرة على تأثير على الوضع السياسي وعلى الرأي العام السياسي من خلال كتابته. ثم عرفته كصديق ثم كسياسي، وكانت نقاشاتنا طويلة رغم أنه ينزعج كثيرا مني لأنه لا أراه كثيرا، وحدثني وحدثته كثيرا لما كان معتقلا، كما أنني حينما كنت أرافع دفاعا عنه لا في المحكمة الابتدائية الرباط ولا في محاكم أخرى كان كثيرا ما يناقش مرافعتي.
خسرت فيه الصديق، وخسرت فيه الصحفي، وخسرت فيه السياسي النبيه الذي همه الأساسي هو البحث عن المعلومة وتبليغها إلى الرأي العام. كانت له قدرة كبيرة على التصرف في اللغة العربية قصد التأثير في الرأي العام وقصد تشكيل حضور إعلامي كبير. رحيله سيشكل فراغا كبيرا للجسم الإعلامي في المغرب، وسيبقى أحد أعلام الصحافة في المغرب، وسيبقى كذلك أحد رموز الدفاع عن حرية التعبير والدفاع عن موقفه وعن رأيه السياسي. تعازينا لعائلته وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. هي لحظة حزن عارمة من لحظات الحزن الكثيرة التي عشناها خلال السنين القليلة الماضية، وفقدنا خلالها العديد من الأسماء الكبيرة الرجالية والنسائية في المشهد الإعلامي، وبوتيرة أسرع لم تكن معهودة في السابق. اليوم تسقط ورقة أخرى من شجرة هؤلاء الرجال والنساء الوراقة التي كانت تلقي بظلالها على المشهد الإعلامي وعلى الصحفيين وعلى الصحفيات. اليوم كنفقدوا تجربة متميزة ونموذج خاص في ممارسة العمل الصحفي. نفقد صحفي عصامي كان ينشئ المقاولة الصحفية من لا شيء ويوصلها إلى مستوى النجاح. نفقد صحفي مهني له قلم حاد وعميق في الكتابة، وبالتالي هي فعلا لحظة حزن، لحظات الحزن الكبيرة التي ألمت بنا صباح اليوم. عزاؤنا واحد في الصحافة الوطنية، عزاؤنا واحد في أب حنون كان بمثابة الأب، كان يحن على جميع الفنانين دائما منذ 1979 لما دست برنامج أضواء المدينة، هو محتضنني بحال الأب، الباب ديالو دائما مفتوح. اللهم تغمد برحمتك الواسعة. وعزاؤنا واحد لجميع الصحافة وجميع المغاربة، كان رجلا شهما ومات شهما، اللهم تغمد برحمتك وأسكنه فسيح الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.